مرحبا بكم. في هذا الدرس سنتعرف على مكون جديد. هذا المكون موجود في قائمة جديدة والتي هي Windows 10. هذه القائمة موجودة فقط في الإصدارات الجديدة من دلفي مثل Windows أو دلفي 10 و 10.1. لدينا هذا المكون Activity Indicator، المكون خاص بتصميم الواجهات، وهو الخاص الذي يظهر أثناء عملية البحث أو ذلك الذي يدل على أن عملية البحث جارية أو يطلب منك الانتظار. دعونا نتعرف على بعض خصائصه. نشغل البرنامج لكي نرى ما هو. عند التشغيل لا يظهر لنا أي شيء. أهم خاصية لديه وهي أنيميت أو تحريك، لكي يتحرك المكون يقوم بتحرك دلالة على الانتظار أو دلالة على البحث. لدى هذا التحريك بعض الخصائص، فالتحريك يتم عبر إطار، يعني كل إطار أو مدة الإطار كم هي. إذا قلنا له مدة الإطار هي 1 فكما ترون سرعة كبيرة، إذا قلنا له مدة الإطار 100 فكما ترون هذه هي مدة الإطار كيف تصبح، إذا قلنا له 1000 كل إطار في كل ثانية، يعني في كل ثانية يقوم بعمل إطار أو عمل تحريك ما. فالفرام ديلي هي عبارة عن جزء من الثانية، جزء من الثانية كيف يقوم بها بشكل سريع جدا. أفضل وضع لها والذي هو 50. لدينا الهايت اللي يمكننا التحكم فيها مباشرة، نستطيع التحكم فيها عن طريق خاصية Indicator Size، إما large أو حجمه كبير أو medium، متوسط أو small أو extra large، extra large حجم كبير جدا. لدينا إمكانية التحكم في لون الانديكيتور هنا، إما أبيض أو أسود. ولدينا أيضا نوعه، لدينا بعض الأشكال، لدينا هذا الشكل sector ring، ولدينا rotation sector بهذا الشكل، والآخر أو الأخير هو momentum dots، عفوا على النطق السيء، لكن الأمر ليس بشيء كبير جدا. على العموم هذا هو مكون يفيدنا من أجل عملية تصميم. كما ترون لا يمكننا تغيير حجمه، لا ارتفاع ولا أي شيء آخر. إذا جربتم تغيير أي شيء أو أي خاصية فيه فلا يمكن تغييرها. فالحجم هذا المكون مأخوذ من الخاصية Indicator Size. الإيفنت لا يوجد لديه أي إيفنت محددة.